والآن ننتقل إلى ضيف الصحف. ينضم إلينا ممثل حركة حماس في لبنان الدكتور علي بركة. صباح الخير دكتور علي. السلام عليكم. بس تصحيح الصفة، عضو قيادة حركة حماس في الخارج. نعم، بداية دكتور علي، كيف تلخص الوضع الميداني في غزة اليوم؟ هل فعلا هناك هجوم إسرائيلي على غزة أم أنها مجرد يعني محاولات توغل سرعان ما تفشل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هناك هجوم جوي وبري وبحري وحصار خانق على قطاع غزة يستهدف كل شيء، الأطفال والنساء والمستشفيات والأفران والمدارس والجامعات والأسواق وكل شيء. هناك حرب إبادة صهيونية أمريكية على قطاع غزة وعلى الشعب الفلسطيني، أكثر من 10,000 شهيد و22,000 جريح حتى الآن خلال 26 يوم من العدوان المتواصل. فهذه حرب إبادة، هذه محرقة نازية ضد الشعب الفلسطيني اليوم. نعم دكتور علي، هل من تطور جديد في ملف الرهائن أو هل تعثرت المفاوضات أم القنوات القنوات مفتوحة؟ لا جديد بملف تبادل الأسرى. نعم. الآن الأولوية لوقف العدوان ولإخراج الجرحى وتأمين الوقود للمستشفيات وللمخابز ولكل المحطات التي تعطي المياه لشعبنا الفلسطيني. نعم دكتور علي، ما هو الأفق السياسي لحرب غزة؟ هل سيستمر الاستنزاف أم أننا ذاهبون إلى حل سياسي؟ أولا نحن كشعب فلسطيني في مرحلة تحرر وطني. نعم. وهناك احتلال في فلسطين منذ عام 1948 والمقاومة تقاتل هذا الاحتلال، ولولا وجود الاحتلال لا يوجد مقاومة. لذلك أنا أقول للشعب الفلسطيني ليس بحاجة إلى إذن من أحد حتى يقاتل الاحتلال الصهيوني على أرضه. ونحن نرفض كل الادعاءات الغربية والأجنبية وبعض العربية التي تدين عمليات المقاومة الفلسطينية، لأننا نحن شعب تحت الاحتلال، والقانون الطبيعي للاحتلال أن يكون هناك مقاومة، وهذه المقاومة كفلتها لنا كل الشرائع السماوية والأرضية. لذلك نحن عندما قمنا بعملية طوفان الأقصى كان الهدف ردع الاحتلال الصهيوني والدفاع عن أهلنا في الضفة الغربية والقدس والدفاع عن المسجد الأقصى المبارك الذي يتعرض يوميا للاقتحامات وللتقسيم الزماني والمكاني، وكذلك من أجل الإفراج عن أسرى في سجون الاحتلال ورفع الحصار عن غزة. نحن هذا ما نريده، وهذا هو هدف هذه المعركة التي قمنا بها في 7 أكتوبر. نعم دكتور علي، هل ستوافق حماس على حل الدولتين بحل طرح كأساس للحل السياسي، وهذا الحل من المفترض أن ينطرح في القمة العربية في 11 نوفمبر؟ نحن لا نرفض قيام دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة عام 67، لكن دون الاعتراف للكيان الصهيوني أو تقديم تنازلات بحقوق شعبنا الفلسطيني. نحن نقول من حق شعبنا أن يكون له دولة، وإذا كان القانون الدولي والأمم المتحدة تعتبر أن الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية هي أراضي محتلة عام 67 وفق القانون الدولي، لماذا لا ينسحب من الاحتلال أو يجبر الاحتلال على الانسحاب منها كما انسحب من قطاع غزة عام 2005؟ لكن أنا غير ملزم كحركة حماس أو كشعب فلسطيني أن أتنازل عن بقية أرضي التي احتلت عام 48. نعم دكتور علي، هل تعتبر حماس أنها ممثلة بالقمة العربية من خلال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس؟ يعني القمة العربية متى ستعقد؟ بعد 35 يوم من المجازر؟ في 11 نوفمبر. يعني نعم، يعني 35 يوم إيش ناطرين يعني العرب حتى يصحى ضميرهم؟ يعني نحن نستنكر أولا هذا التأثير. نعم. ونستنكر أن الأنظمة العربية يعني تنتظر أن تسقط غزة حتى يجتمعوا. يعني نحن أولا لا نريد من الأنظمة العربية أن تقاتل أو أن ترسل الجيوش للقتال معنا، نحن نريد منهم أن يدينوا العدوان الصهيوني وأن يقطعوا العلاقات مع الكيان الصهيوني، أن يسحبوا سفرائهم من تل أبيب وأن يطردوا سفراء العدو الصهيوني من عواصمهم وأن ينزلوا العلم الصهيوني الذي يرفرف في بعض العواصم العربية وأن يفتحوا معبر رفح وأن يرسلوا القوافل الطبية لإغاثة أهلنا المحاصرين في قطاع غزة وأن يرسلوا الأدوية والوقود ويخرجوا الجرحى من قطاع. هذا ما نريد اليوم. نعم دكتور علي، غدا خطاب السيد حسن نصر الله، ماذا تتوقع من هذه الإطلالة؟ هل هناك مسار جديد للحرب؟
يعني هل ليس سيحمل لدينا تطورا معلومات، جديدا؟ ليس لدينا معلومات حتى الآن، يعني لم يعلن، ربما هناك مفاجآت، لكن خلي العدو الصهيوني يعني يقف على ركبته أو على رجل واحدة ما هي وينتظر. المفاجآت دكتور علي؟ المفاجآت نحن لا نعلمها، ما هي مفاجآت للعدو، كيف سنعلم هذه المفاجآت؟ لا تصبح أو ماذا مفاجآت. تتوقع أن تكون هذه المفاجآت؟ طبعا نحن نأمل أن يكون هناك يعني موقف قوي يعلنه السيد حسن باسم محور المقاومة لوقف العدوان على غزة ولدعم المقاومة في غزة أكثر من الموجود حاليا. طبعا نحن نقدر كل الدعم الحالي سواء من اليمن سواء من لبنان من العراق من إيران من سوريا، هناك دعم حقيقي للمقاومة في فلسطين وللشعب الفلسطيني، لكن أنا أقول أمام المجازر اليومية في قطاع غزة ودفاع عن شعبنا، أنا أدعو يعني محور المقاومة أن يصعد أكثر في عملياته للضغط على الكيان الصهيوني. نعم، شكرا لك دكتور علي بركة.